طلع راح انه البيت عمه، شاف بيت عمه اللي هو قريب على بيت بيته، هم شاف بيت عمه شلون هم بالباب عبالك يعني كان ما دي يودحهم واحد واحد. فهم طلع، من طلع على الشارع العام قابل صدفه ابن عمه، قلت لك انا يعني ابن عمه صار عليه وقفه وين وقفه وين مكان الحادث اللي صار. صار اللي صار، هذا اللي صار، هذا يجى تحزم على نسابته مرته زعلانه، صارت مشاده كلاميه، هذا فتح نار وهذا فتح نار ووقع بيها ابن الضحيه راح سبب دقات العشاري. في بعض النزاعات العشائرية اللي شهدها العراق في بعض مناطق حوادث مؤلمة باستشهاد مواطنين لا سبب لهم، حتى في موضوع الأعراس أو الفواتح وما يسمى لدينا في الجنوب بالعراضة كان يستخدم هذا السلاح بشكل كبير لإطلاق عيارات نارية في الهواء.